اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا النهاردة في المجمع الاسلامي بمدينة الشيخ زايد. احنا هنا حيث ستقام الجنازة حالا على روح الراحل الفنان احمد حلاوة. من دقائق دخلت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان عشان طبعا يقدموا واجب العزاء وصلاة الجنازة اللي هتتم دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. بيتم نقل الجثمان دلوقتي عشان خاطر يتم الصلاة عليه طبعا. تحرجنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم. زي ما حضراتكم متابعين بيتم حاليا صلاة الجنازة على الفنان الراحل أحمد حلاوة. طبعا في ركن النساء بتبقى موجودة زوجته وبنته. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تبدأ الآن تشييع جثمان الراحل أحمد حلاوة، طبعا بحضور نقيب المهن التمثيلية، بحضور دنيا سمير غانم، بحضور منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، بحضور نهال عنبر، بحضور وحالة من الحزن طبعا كبيرة جدا بتخيم عليهم. بيخرج طبعا الجثمان، خلينا طبعا الإعلامي رامي رضوان وعدد من الفنانين. خلينا نرجع كده عشان نتابع. سامح السريتي طبعا شايل الجثمان، ربنا يرحمه يا رب ويغفره. ومن جهة تانية دنيا سمير غانم بتودع عم بندق، الله يرحمه يا رب يغفر له. طبعا فنان احمد حلاوة كان عمل مع دنيا سمير غانم مسلسل نيلي وشريهان. الوداع الأخير طبعاً.